نظمت جامعة وسط حفلا تابينيا كبيرا بمناسبة رحيل الشاعر الكبير مظفر النواب، حضره جمع غفير من الشعراء والأكاديميين والمثقفين وطلاب الجامعة. وتضمن الاحتفال رثاء بحق الفقيد وعرضا لمراحل سيرة حياته ومعاناته. قبل تشيلي في يوم ما شيع الشاعر العظيم بابلو نيرودا بأربع ملايين مواطن، كبير مثل مظفر النواب يستحق أن نحتفي به، أن نشيعه، أن نتحدث عن إبداعاته، عن صورته الشعرية التي انفرد بها في فصحاه وفي عاميته. مظفر النواب اسم كبير لشعب كبير، يفترض أن نحتفل به جميعا لأنه رمز من رموز عراقيتنا. أقمنا اليوم في جامعة واسط حفلا تأبينيا للشاعر الراحل الكبير مظفر النواب. مظفر النواب قامة علمية وأدبية وشخصية عظيمة لن يكررها الزمن، لما يمتلك من قدرات فاق تصورها، ولما يمتلك من وطنية لم ينسلخ عنها طوال فترة محجره. إذن فمظفر النواب أردنا اليوم أن نرثيه بكلماتنا، بصورنا الشعرية، بلغة الناي الحزينة التي تتغلغل في عمق القلوب، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن نوفيه ولو قدر بسيط من حقه. اليوم جامعة واسط تؤبن وترثي شاعر كبير، المدرسة الشعرية الرائد الأول بالعراق للشعر الشعبي مظفر النواب رحمه الله تعالى، تغمده بواسع رحمته إن شاء الله. من أثار قلق السياسيين وأثار ضجة في البرلمان، هكذا لسان حال الفقراء، هكذا لسان حال الشعب، هكذا لسان حال البسطاء. شكرا لمن يقدر الشعر، شكرا لمن يقدر الفن، شكرا لمن يقدر الثقافة، وإن شاء الله القضية مستمرة والانتصار للشعر الشعبي مستمر. اليوم نتكلم عن أحد صوت العراقيين اللي هو الشاعر الكبير مظفر النواب رحمه الله برحمته الواسعة، كان أحد رموز شعراء العراق في زمنه هذا الحاضر أيضا، لكن يعد قامة من قامات الشعر. اليوم يقام كلية التربية للعلوم الإنسانية، الذكرى لوفاته هذه الرئيسية، وأن الشاعر مظفر النواب هو أحد قامات الشعر العربي، لذا يعد نحن نؤسف وقدر الله ما شاء فعل، ونحن من المؤسف أنه نفتقد أحد قامات الشعر العربي.